ومدام انا مدام انعام معانا ايوه منوره الدنيا. الله يخليك شيخ ربنا زايد، يخليك. اه اهلا ربنا وسهلا، يخليك اهلا ليا، وسهلا، منوره الدنيا يا فندم، ربنا يخليك ليا، ربنا يخليك. ومنوره مدينه الانتاج الاعلامي كلها، ده والف انتوا اللي مليون مبروك على منورين، الجائزه. انتوا منورين والله، الله يحفظك، ربنا الست الكل يخليك، الله ربنا يحفظك. يخليك يا قولي لي شيخ. بقى، اتصدتي كام مره المسابقه؟ هي مرة واحدة مره واحده. الناس هتمسك فيا والله. والله مرة واحدة مره واحده. وحتى يعني قلت ايه، انا عايزك تبصي هنا الكاميرا اهو اتكلميهم. حتى اللي في البيت كلهم ما يعرفوش ان انا اتصلت، هم فوق ان انا حتى انا ابني انا رد انا على ابن حضرتك كان مش انت عارف ايه. مين؟ قلت له يا شيخ محمد، قال لي استنى بقى عشان شكل الحاجه اللي اتصلت. ايوه صح كده، ايوه صح كده، ما كانوش ربنا يعرفوا، عملت يخليهم لي، لهم مفاجأة، ربنا بس كان يخليهم عندي لي. احساس ان انا هكسب. والله ما شاء اه الله والله ما شاء العظيم الله ما سبحان شاء الله. الله. اه والله والف مليون مبروك طبعا. الله يخليك. محاضره عم هشرح لك في عجاله. ماشي اتفضل. هو طبعا في الكبه، في المطحنه، في الخلاط، عندك الشفرات دي بتاعت البطاطس، الشفرات دي بتاعت الخيار، شفرات السلطه، وعندك عصاره البرتقال. كل حاجه مشتملات المحاضره الطعام هتلاقي فيه. دي عصاره الفواكه، حضرتك لو عندك تفاح عايزه تعصريها، جزر، كل حاجه دي بالعصاره. وده طبعا الغلايه، الكاتل المقدمه من بلاك اند ديكر. اتمنى طبعا ان ربنا الجائزه يخليك، تعجبك. ربنا يخليك يا وقولي ربنا لنا ايه يخليك. رايك في برضو ما شكل شاء الله ما الاطباق شاء الله، ده بتاع النهارده ده، ما بتاع شاء الله. النهارده، ما شاء الله. الكفته قدام حضرتك اهيت، ما والرموش شاء الست اللي الله، احنا عاملاها. لا ما شاء الله عليك يا الله ما شاء يخليك يا الله، ست ربنا الكل، الله يبارك فيك يحفظك، يا رب، الله الله يحفظك يخليك، ربنا يخليك، ونورتينا. الله يخليك يا شيخ، وان شاء الله يعني الجائزه تعجبك باذن الله. زي الفل، شكرا الحمد يا ست لله، الكل. متشكرة بشكر قوي. طبعا مدام انعام من شيخ زايد، من 6 اكتوبر طبعا، بنشكرها وبنقول لها الف مليون مبروك على الجائزه. الله وانتم كمان تقدروا يخليك، تشتركوا في الثلاث جوائز اللي جايين المقدمين من بلاك اند ديكر، ثلاث جوائز قدامكم، الاير فراير او المضرب العجان بالخفق بتاعه بالمضرب البيض يعني، وعندك الساندوتش ميكر والجريل والوافل، ثلاث حاجات في حاجه واحده بس. كل اللي عليكم ان انتوا تجاوبوا على السؤال اللي قدام حضراتكم من المبشرين بالجنه. اكيد عارفه السؤال طبعا طبعا اجابته. طبعا ايوه بس عارفاه، ما تقوليش. مش هقول. واحد عثمان ابن عفان، اثنين عبد الله ابن عباس، ثلاثه مصعب ابن عمير. اي موبايل، واحد ثلاث سبعات، اي رقم ارض 0909 3 سبعات. اشوفكم على خير ان شاء الله في برنامج المطعم. السلام عليكم.